بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إليكم مسرحية شعرية بعنوان حمامة الحرم. الحمامة في المدينة المنورة. قالت الحمامة للأطفال: صلوا على الرسول، صلوا على الرسول، أحكي لكم حكاية جميلة الرواية. قال الأطفال: صلاة الله دوما على النبي محمد. وكلنا قد ردد: صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. فهات أسمعينا أيتها الحمامة حكاية جميلة. قالت الحمامة: قد كنت في المدينة في مسجد النبي، أعيش في سكينة والمأكل الهني، له 10 مآذن تعلو إلى الفضاء، والعيش فيه آمن في الأرض والسماء. يا أيها الأطفال، نبينا الكريم يحبنا جميعا وهو بنا رحيم، فأسمعوني هيا صلاتكم عليه. قال الأطفال: صلاة الله دوما على النبي محمد. وكلنا قد ردد: صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. الحمامة في مكة المكرمة. قالت الحمامة: قد عدت بالسلامة من مكة الحبيبة من رحلة عجيبة. قال الأطفال: هيا فحدثينا، فأنت وعدت، فاحكي كما رأيت. قالت الحمامة: رأيت فيها العابد وراكعا وساجد، يطوف حول الكعبة بالشوق والمحبة. قال الأطفال: قد جئت نحو البيت، يا حسن ما رأيت. قالت الحمامة: رأيت من كل جهة أحبة الصغار، وجوههم متجهة للبيت في وقار، والأمن والأمان على مدى الزمان، في مكة المكرمة والكعبة المشرفة، وها أنا آمنة مرفرفة. الحمامة في بيت المقدس. قالت الحمامة: يا أيها الأطفال، أتيت نحو القدس في حسرة وبؤس. قال الأطفال: قولي فما رأيت، نراك قد بكيت. قالت الحمامة: رأيت يا صغار عصابة الأشرار، والمسجد الأقصى محرقا بالنار. قال الأطفال: قولي وحدثينا عن قدسنا الحزينة. قالت الحمامة: في ليلة الإسراء نبينا قد جاء، وصلى في القدس في موكب الأنس، سبحان من أسرى من بيته الحرام بالمصطفى الهمام للمسجد الأقصى. قال الأطفال: في القلب في العينين، يا ثالث الحرمين، فمكة حزينة وأختها المدينة، وكل المسلمين حتى تعود حرة إلى اليد الأمينة.